بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تأمين انشقاق العناصر التالية عن طريق كتيبة المجاهد عمر المختار بتاريخ 21/3/2013. العسكر المجند أسامة عبد الحميد السمير الأرمني انشقاقي عن اللواء 155 صواريخ وانضمامي إلى الجيش الحر. العسكر المجند محمد أحمد المبارك الأشغال العسكرية عن انشقاقي من الجيش الأسدي وانضم للجيش الحر. العسكر المجند إبراهيم أحمد علي من لواء 15 مشاة وانا انشقاقي من الجيش الأسدي والانضمام للجيش الحر. تكبير الله أكبر.